روايات ومعلومات عدة جرى تداولها حول سقوط الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وهدفهما ومسارهما. لا شيء مؤكد إلى الآن، إلا أن المؤكد الوحيد هو أن حزب الله لم يسلم الدولة اللبنانية الطائرة المسيرة التي سقطت من دون أن تنفجر، كما لم يسلم بقرارات المجلس الأعلى للدفاع، وكعادته ينفرد باتخاذ قرار الرد على إسرائيل بمعزل عن الدولة اللبنانية. في هذا الوقت اتهم الجيش الإسرائيلي إيران بتكثيف الجهود لإقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه لميليشيات حزب الله في لبنان. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الجهود الإيرانية تشمل مساعدة حزب الله في مجالات عدة مثل المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع للصواريخ دقيقة التوجيه. ووفق البيان الإسرائيلي، بدأت إيران منذ عام 2016 برنامجا لتصنيع الصواريخ داخل لبنان بمشاركة عناصر من الحرس الثوري. ينضم إلينا الآن من لبنان وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، ومعنا أيضا من هناك مراسلتنا لاريسا عون. لاريسا، سأبدأ معك بسرعة، مساء الخير، ما هي آخر المعلومات والأجواء حتى الآن فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة الاعتداء على لبنان، مسألة تهديدات حزب الله، ومسألة مصير الطائرة التي لم تنفجر؟ هل أوضحت السلطات اللبنانية أي شيء عن هذه التحقيقات؟ نعم مهند، حتى الساعة لا رواية عما جرى في ضاحية بيروت الجنوبية يوم الأحد الماضي إلا رواية حزب الله. الدولة اللبنانية غابت كليا حتى الساعة عن التحقيقات، والرأي العام لم يطلع إلا على ما أعلنه الحزب حول طائرتي الدرونز الإسرائيليتين اللتين سقطتا في الضاحية. انفجرت إحدى الطائرات والثانية قام الحزب بتحليلها ولم يسلمها للدولة اللبنانية. ميدانيا وفي جنوب لبنان في القرى الحدودية تحديدا هدوء حذر وترقب لما قد تؤول إليه الأمور بعد أن هدد حزب الله بالرد على اختراق الضاحية الجنوبية بطائرتي الدرونز، وبالرد على مقتل عنصرين له في سوريا، بالرد على مقتل العنصرين هنا في لبنان. إذن ترقب لما قد يقوم به الحزب، الذي أكد أن الرد هو موقف ثابت لكنه سيحدد المكان وطبيعة هذا الرد. أشير أيضا أن الهدوء الحذر خرقته قنابل مضيئة أطلقها الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت في مزارع شبعة المحتلة، وتحديدا قرب موقع الرادار شرقي البلدة، وهذا ما جرى منذ عدة أيام، إطلاق قنابل مضيئة أيضا في مزارع شبعة المحتلة. وقال حينها الجيش الإسرائيلي إنه اشتبه بحركة مشبوهة في البلدة. شكرا جزيلا لك لاريسا عون، مراسلة سكاي نيوز عربية مباشرة من بيروت. والآن إلى طرابلس في شمال لبنان، معنا من هناك وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي. معالي الوزير مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. نتحدث عنها التطورات الأخيرة في لبنان، الاعتداء الإسرائيلي وتهديدات حزب الله. السؤال هو الدولة اللبنانية أين سيادة اللواء؟ يعني حتى في مسألة التحقيقات وتحليل الطائرات التي سقطت وغيره، الدولة اللبنانية مختفية تماما، كيف تعلق على ذلك؟ لا شك الكل اللبنانيين عاشوا حدثا معين، سمعنا روايات من حزب الله، روايات من الجانب العدو الإسرائيلي، سمعنا روايات بواسطة وسائل إعلام متعددة سواء كانت محلية أو عربية أو دولية، إنما ليس لدينا رواية رسمية لا من الجيش اللبناني ولا من قوى الأمنية اللبنانية ولا من حدا نهائيا حقيقة. لا شك المواطن اللبناني يشعر أن الدولة تقريبا شبه غائبة كليا. نحن أكيد مع إدانة أي عدوان إسرائيلي على لبنان أو أي أرض عربية، إنما بالنهاية من حقنا كمواطنين لبنانيين أن نسمع رواية رسمية لنبني على شيء مقتضاه. هل يتعرض لبنان أو هل نعرض لبنان إلى معركة عسكرية، إلى ضربة عسكرية، إلى حرب بالنيابة عن إيران دون أن يكون لدينا رواية رسمية نثق فيها؟ اليوم الروايات بكل أسف الحقيقة تنقص نقاط عديدة جدا لم تتوضح. أنا أمني وأعرف تماما
طائرات مداها 4-5 كيلومتر فقط، كيف وصلت إلى الضاحية؟ تدار من منطقة قريبة جدا، يعني إدارتها أو الريموت كنترول تبعها إذا كانت متقدمة جدا بتكون أكيد عبر الأقمار الاصطناعية، إذا لا مثل ما شفناها تدار محليا، من أين أديرت؟ من أدارها؟ من هم العملاء الذين أداروها؟ إذا كانت رواية حزب الله صادقة تماما الحقيقة. إذا نحن كلبنانيين كمهنيين لدينا أسئلة عديدة جدا جدا عن نقاط معينة لنبني تصور طيب. كامل أو رواية كاملة لما حصل ونستعد لأي ردة فعل أو أي احتمال. طيب اللواء ريفي، لو استعرضنا بسرعة بعض ردود الفعل الرسمية في لبنان، صار طبعا موقف عن الرئيس سعد الحريري يعني يدعو إلى تجنب التصعيد وكل هذه الأمور، وربما لبنان تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن. صدر بيان من مجلس الدفاع الأعلى، بيان مقتضب يتحدث عن حق اللبنانيين في الدفاع عن نفسهم وكل هذه الأمور، والرئيس ميشيل عون أيضا قال ما قامت به إسرائيل هو بمثابة إعلان حرب. أولا ما الذي يعنيه ذلك؟ إعلان الحرب بحاجة إلى رد بشكل أو بآخر، كيف نتوقع أن يكون الرد اللبناني؟ أولا لا شك نحن نعرف تماما حسب الدستور اللبناني صاحب القرار في إعلان الحرب هو مجلس الوزراء وليس فخامة رئيس الجمهورية، مع احترام رئيس الجمهورية ما في إذا بكون رئيس واحد يستطيع أن يأخذ هذا القرار عن اللبنانيين. نحن بدستورنا نعم أعطينا القرار هذا لمجلس الوزراء مجتمعا يقرر إعلان الحرب أو إعلان السلام الحقيقة. ثانيا من قال أنه نحن كلبنانيين موافقين على أن يصبح لبنان مستودع للسلاح الإيراني ولغايات إيرانية أو يتحول لبنان إلى ورقة بيد الإيراني اللي يحطها على المفاوضات مع الأمريكان بالمرحلة القادمة؟ حياة اللبنانيين أغلى من أنه مصالح إيران، حياة اللبنانيين أغلى من مصالح حزب الله، حياة اللبنانيين أغلى من ضعف السلطة اللبنانية الرسمية بكل أسف الحياة. نعم نحن نشهد ضعفا واضحا للسلطات اللبنانية، نحن حقما ندين أي عدوان إسرائيلي على أي أرض عربية وخاصة على الأرض اللبنانية، إنما يجب أن نضع النقاط على الحروف. اليوم سبق وسبق فخامة رئيس الجمهورية السابق ميشيل سلمان حط إعلان بعبدة، حزب الله وقع الإعلان تبعه برحية ثم تراجع عنه وقت اللي بيكون عنده مصلحة بالتوقيع بيوقع، وقت اللي بيكون في أوامر إيرانية تراجع عنه نهائيا. فلنضع الأمور في نصابها الطبيعي ونحط نقاط على الحروف. نعم نحن ضد أي شيء يصدر عن العدو الإسرائيلي، إنما ضد أن يتعرض لبنان، أن أمن لبنان، حياة اللبنانيين ليكونوا ورقة بيد إيران. هذا صراع أكبر من طاقتنا على التحمل، هذا صراع أكثر من قدرة لبنان على التحمل، لوضعنا الاقتصادي بيسمح، لوضعنا المعيشي بيسمح، لوضعنا السياسي بيسمح ولا أي شيء. ونحن لسنا إذا بدك موافقون على وجود حزب الله بقدرة بدويلة لديها سلاح خارج عن يعني جاي من خارج الحدود من دولة أقليمية، لأن يصبح لبنان مثل ما قال حسن نصر الله أنه هو جزء من عسكر أو جندي بولاية الفقيه. نحن لسنا جنود بولاية الفقيه، نحن جنود عند الدولة اللبنانية، نحن ضباط كنا عند الدولة اللبنانية. نعم جيشنا نرفع له القبعة، ومبارح تصدى لطائرتين ويستطيع أن يتصدى الحياة. وإذا رجعنا لمضمون الوثيقة الوفاق الوطني، لمضمون الدستور اللبناني، من يدافع عن الوطن ليس ميليشيات ولا جماعة مسلحة نهائيا، مين ما كان يكون الحياة. أي بندقية خارجة عن الشرعية اللبنانية هي مجموعة مسلحة، هي ميليشيات، وكان أقر سنة 89 وبالدستور 90 أن تخرج من لبنان خلال سنة. بالعودة إلى مسألة الجيش ورد فعل الجيش اللبناني سيادة اللواء، يعني ما احترامي للجيش اللبناني، التصدي للطائرتين تم كما شاهدنا في الصور بواسطة أسلحة رشاشة خفيفة، الطائرات الإسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية عشرات بل مئات المرات منذ القرار 1701، لم نرى أي رد. هل ستستمر الأمور على هذا الحال؟ لماذا لا يرد الجيش اللبناني ويسحب الذريعة من حزب الله للرد على مثل هذه الانتهاكات؟ اليوم للأمانة نحن نثق بالجيش اللبناني، نثق بقيادة الجيش اللبناني. نحن لو كانت إذا بدك التحديات أو يعني المخاطر وفقا للحال اللبنانية، نعم لدينا القدرة أن نحمي لبنان من حدوده بخلال الجيش اللبناني وبداخله من خلال القوى الأمنية من خلال أي عملية إرهابية أو شيء بهالمعنى هذا الحياة. إنما أن نتحول إلى جبهة متقدمة لإيران، هذا يزيد المخاطر اللبنانية ويزيد حكما المخاطر أكثر من قدرة اللبنانية نهائيا أو الجيش اللبناني كاملا. للأمانة نرجع بنقول احنا لعبة المحاور، لبنان أصغر من أنه يلعب لعبة المحاور. لا المحاور العربية كنا جزء منها بالصراع، إن كنا مع الموقف العربي الموحد اللي هو فعلا
يعني يحمي لبنان مثل ما الشرعية الدولية تحمي لبنان، الشرعية العربية تحمي لبنان، الوفاق أو التوافق اللبناني الكامل يحمي لبنان. لحد لسنا متوافقون على أن يكون في هناك دويلة، والدويلة تابعة لحزب الله، تابعة لإيران، وإيران تعطي الأوامر أن تحول. يعني حسن نصر الله قال إذا ضربت إيران ستشتعل المنطقة. مين فوضك أنت تشعل لبنان كرمال إيران نهائيا الحقيقة؟ نحن لا نقبل هذا الموقف ولا نقبل هذا الرأي. ما علمنا هو بيعرف تماما، لو كان في فعلا نحن عندنا شعور أنه هو سيحرر فلسطين نحن مقاتلون في أي جيش يحرر فلسطين. إنما هي قضية فلسطين يأخذ الإيراني رداء فقط لغير لا يبرر وجوده المسلح، لا يبرر وجوده العسكري. وهذا سلاح ارتد على شعب سوريا، ارتد على شعب بالداخل، وهذا لن نقبل فيه ولا نعطيه شرعية نهائية. طيب دعني أسألك أخيرا لواء ريفي عن إمكانية أن يقوم حزب الله برد ما في الفترة القادمة. هناك بعض التوقعات بأن الحزب قد يرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير، لا نعرف حجم الرد وما إذا كان سيكون هناك رد أصلا ولا توقيته ولا أي من هذه التفاصيل، ولكن إذا كان هناك رد ما من حزب الله كيف تتوقع أن يكون موقف الحكومة اللبنانية؟ آسف الدول، إحدى وسائل الإعلام اللبنانية قالت باجتماعها كان كأنه حطت بين هلالين لبيك نصر الله، يعني كأنه المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية حسن نصر الله اللي استنسخنا فيه نموذج الدستور الإيراني كأنه قال كلمته وألغى الدولة اللبنانية واعتبر الدولة وكأنها لم تكن. وبكل أسف الدولة اللبنانية لم يعبر أحد المسؤولين اللبنانيين عن حقيقة عن مطالبته ومطالبتنا نحن كسياديين أنه أن يخرج السلاح الغير شرعي من لبنان وأن نمنع أن يتحول لبنان إلى ورقة بيد إيران نهائيا. آسف أني أقول لك رهان على السلطة الرسمية حاليا رهان ضعيف جدا جدا، رهان على القوى السيادية أن يكون عندنا معركة أن نخرج لبنان كورقة من اليد الإيرانية وأن نخرج سلاح الغير شرعي. وهذا أمر توافق عليه العالم الغربي، توافق عليه العالم العربي، توافق عليه كل اللبنانيين بالوثيقة الوفاق الوطني سنة 89 واللي أقرت بالدستور الجديد اللي هو اتفاق الطائف سنة 90. نعم فلتخرج كافة الأسلحة الغير شرعية، سلاح الجيش اللبناني هو يحمينا، سلاح القوى الأمنية الرسمية هي تحمينا، ونحن الحياة للأمانة أضعف من أن نكون جزء من محور قتال إيران في المنطقة لمصالح إيران ولحماية إيران. شكرا جزيلا لك معالي الوزير أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق على وجودك معنا في هذا اللقاء. فاصل الأخير في هذه الساعة الأولى من غرفة الأخبار ونتابع بعدها مزيد من التحذيرات نتيجة التغير المناخي.